الثانية صباحا 12 بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول بحث بعض موضوعات التعاون الثنائي بين مصر والبحرين في إطار العلاقات المتميزة والروابط الوثيقة بين البلدين وأواصر المودة والأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين. كما تم تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على استمرار دفع وتعزيز آلية التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا ولمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بالشيخ مشعل الجابر الأحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت للاطمئنان على صحته، متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الشيخ مشعل الصباح عبر عن خالص امتنانه للرئيس السيسي على هذه اللفتة الأخوية الكريمة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عمق العلاقات المصرية بين مصر والإمارات وما تمثله من ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي بأسره. جاء ذلك خلال استقباله الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى شقيقه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، فيما أكد رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشريقين، وحرص الإمارات على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بلقاء أورسولا فوندر لاين رئيسة المفوضية الأوروبية في إطار التعاون المثمر والحوار المتبادل بين مصر والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات. وفي تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، أكد الرئيس السيسي عمق العلاقات القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تتجه إلى مزيد من التعاون والشراكة في مختلف القضايا وأهمها الأمن الغذائي والطاقة والمناخ، هذا إلى جانب الجهود التنسيقية حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر الكامل لمنتدى غاز الشرق المتوسط وأهدافه بما يخدم كل دول المنطقة ومصالحها التنموية، وهو الأمر الذي يرسخ ثقافة التعاون والبناء والسلام في المنطقة. وحسب ما صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية فقد جاء ذلك خلال استقبال السيد الرئيس رؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع الوزاري للمنتدى، حيث أكد أن التأثر الحالي لقطاع الطاقة عالميا رسخ رؤية الاستراتيجية الثاقبة بتأسيس المنتدى منذ سنوات. من جانبهم أشاد رؤساء الوفود بجهود مصر الفعالة بقيادة الرئيس السيسي لإقامة حوار إقليمي منظم حول الغاز الطبيعي في المنطقة. تتواصل اليوم أعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب بشرم الشيخ الذي يتم تنظيمه بالتعاون بين مجلس النواب والاتحاد البرلماني الدولي تحت رعاية الرئيس السيسي. ويشهد المؤتمر مشاركة مكثفة من وفود برلمانية من أكثر من 60 دولة فضلا عن وفود المنظمات الدولية المراقبة، حيث يتناول قضية تغير المناخ من وجهة نظر برلمانية شبابية، وهو ما يمثل للمرة الأولى التي تعقد فيها دولة مؤتمرا برلمانيا منفصلا قبل أشهر من استضافتها لدورة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للمناخ، وهو ما يبرهن على إرادة مصرية صادقة لبلورة جهد عالمي منظم وعادل على كل المستويات الحكومية والتشريعية من أجل مكافحة تغير المناخ وتداعياتها السلبية المهددة لمقدرات العالم بأسره. أعلن البنك المركزي السعودي رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس. وقال البنك المركزي السعودي في بيان أنه قرر رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء الريبو بمقدار 0.5% من 1.75% إلى 2.25%، كذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس الريبو العكسي بمقدار 0.5% من 1.25% إلى 1.75%.
ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال QR كود الظاهر على الشاشة. هذه تحياتي لؤي أباظة، شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.